هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، أهلا بكم معنا في جولة المراسلين. أحداث ساخنة ومتصارعة في عواصم العالم المختلفة، لذا معنا في هذه الحلقة من جولة المراسلين عدد من مراسلي القاهرة الإخبارية حول هذه الأحداث المتسارعة. ومعنا اليوم في هذه الجولة عبد الستار بركات من أثينا، من أنقرة عمر أحمد، في بيروت العاصمة اللبنانية أحمد سنجاب متواجد هناك، معنا أيضا في مرسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير، نسرين رمضاني في تونس، معنا أيضا في سوريا وأحداث الزلزال والمساعدات الإنسانية خليل هملو، معنا في برلين عربي مرزوق، معنا أيضا من بروكسل سلامة عطلة. أرحب بكل مراسل القاهرة الإخبارية في هذا اليوم. نبدأ معكم، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو من الدعم الإضافي لتوفير ذخائر تشتد حاجة أوكرانيا إليها الآن. يسارع دعم أوكرانيا إلى زيادة الإمدادات بقذائف من عيار 155 مليمتر في ظل تحذيرات من أن كييف تعاني نقصا حادا في مواجهة هجوم روسي متصاعد. مسؤولون أوروبيون يقدرون أن القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى 7000 قذيفة يوميا، بينما تطلق القوات الروسية نحو 50000 قذيفة. وفي محاولة لتسريع وصول الذخائر إلى أوكرانيا، اقترح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل توفير مليار يورو من التمويل المشترك. سيناقش وزراء الدفاع دول الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح في اجتماع يعقد يومي 7 و8 من شهر مارس في ستوكهولم. إذا موضوع أهم يشغل بال الاتحاد الأوروبي، معنا فيه من بروكسل سلامة عطلة مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك سلامة. الاتحاد الأوروبي كما هو مكتوب على الشاشة يدرس تخصيص مليار يورو لتوفير ذخائر لحاجة كيف أوكرانيا أو أوكرانيا إليها حاليا، فكيف تبدو تفاصيل هذا الطرح سلامة؟ مساء الخير حساني. الاتحاد الأوروبي يحاول الاستجابة للحاجة الشديدة الأوكرانية لقذائف مدفعية نظرا للاستخدام المفرط لهذه القذائف بشكل يومي، ويسعى الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه خصوصا من قذائف المدفعية من عيار 155 مليمتر، ويريد أن يقدم مليار يورو إضافية لهذا الغرض. هذه المليار يورو لها قيمة إضافية أو قيم إضافية إذا صح التعبير حساني. أولا، الاتحاد الأوروبي حسب المعاهدات المؤسسة له هو مشروع سلام، ولا يمكن استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي الأموال الأوروبية المشتركة لتمويل أي عمل عسكري وتحديدا في الجوار الأوروبي. لذلك وجد الأوروبيون حلا ذكيا للتخلص من هذه العقبات الدستورية المؤسساتية. أولا، كان هناك صندوق مهمل اسمه مرفق السلام الأوروبي. هذا الصندوق كان يستخدم ل تمويل بعض مهمات التدريب العسكرية في إفريقيا، وليس له قيمة كبيرة. هو صندوق لا يستخدم أموال وميزانية الاتحاد الأوروبي، وإنما هو صندوق حكومي دولي لا يخضع لميزانية الاتحاد الأوروبي، يتم الإنفاق فيه على الحاجات العسكرية. هذا الصندوق أعيد إحياؤه بمجرد أن ابتدأت الحرب في أوكرانيا وبدأ ضخ الأموال فيه. لماذا هذه الأموال؟ أولاً، الاتحاد الأوروبي يريد من كل الدول الأعضاء أن تشارك في المجهود الحربي وأن ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن من الذي سيدفع؟ إذا كانت هناك دول وعلى رأسهم بولندا مثلا تزود أوكرانيا بأسلحة بمليارات اليوروهات، فمن الذي سوف يدفع؟ الاتحاد الأوروبي كميزانية مشتركة لا يستطيع، لأنه الدساتير تمنع من ذلك. مرفق السلام الأوروبي هو الذي يدفع، هو الذي شجع الأوروبيين لكي يرسل أسلحة مقابل أن يسدد لهم نسبة من هذه الأسعار، بمعنى 85% مثلا من قيمة ما ترسله بولندا والدول الأخرى إلى أوكرانيا. هنا بدأت الفواتير تأتي، ثم تأتي من الدول التي تصدر الأسلحة إلى أوكرانيا أو ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا، وكان مضطر هذا المرفق أن يسدد الأموال لهذه الدول عاجز. لذلك بدأت الميزانيات ترتفع ترتفع ترتفع، إلى أن وصلنا أنه في السنة الماضية أنفق هذا الصندوق أكثر من 3.5 مليار يورو على الدعم العسكري لأوكرانيا. الجديد في هذا الموضوع أن الاتحاد الأوروبي بما أن لديه الآن مرفق فيه أموال
حكومية أوروبية وغير أوروبية، يستفيد أيضا من دول يعني تتبنى الحياد مثل النمسا، لا تريد أن تدفع بشكل مباشر لأوكرانيا ولكن تدفع الأموال لهذا المرفق. نعم. المرفق يأخذ هذه الأموال ثم يرسلها للدول التي ترسل هذه الأسلحة. الجديد حساني أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يوحد المشتريات. نعم. يريد أن يوحد المشتريات لعدة أسباب، أولاً للإسراع في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ثانياً لكي يؤسس لصناعة دفاعية أوروبية مشتركة. حينما يتم دمج المصانع التي تصنع الصناعات العسكرية في مشروع واحد والمشتري واحد، هذا بلا شك أنه يؤسس لتوحيد الإنتاج العسكري الأوروبي، وهذه هي الخطوة المهمة في هذه المليار، وهذه القيمة الإضافية من هذه المليار أن تتحول المشتريات إلى مشتريات مشتركة ومن ثم إلى صناعات دفاعية أوروبية مشتركة. لكن يعني في الأفق يعني سلام، وأنت متواجد في كواليس الاجتماعات في بروكسل، هذا الصندوق، صندوق السلام الأوروبي الذي سوف يقوم بتقديم هذا الدعم الإضافي، لكن يعني الخبراء يتحدثون على أن أوكرانيا تحتاج إلى عدد كبير من الذخائر والمعدات العسكرية أو حتى الدفاعية، لكن مع الأزمة المالية الأوروبية يبدو أن هذا الطرح قد يبدو صعبا في المستقبل بتوفير إمدادات ودعم إضافي من الأموال أيضا لسد حاجة أوكرانيا من الذخائر. بلا شك أن الحاجة المالية وعدم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في المشاركة بالمجهود الحربي لدعم أوكرانيا مع الأزمات الموجودة أوروبيا هو الذي أعاد الروح لهذا الصندوق. الدول الغنية تدفع في هذا الصندوق، دول ليست من تابعة للاتحاد الأوروبي يمكن أن تدفع في هذا الصندوق، تأخذ هذه الأموال، تحشد هذه الأموال لتسد الثغرات وتعطي يعني من يريد أن يدعم أوكرانيا عسكريا مقابل هذا الثمن، ولذلك هي من الحلول. ولكن هذا لا يلغي بأن هناك دوما تساؤلا، متى سوف تنتهي هذه الحرب ومتى وإلى متى سوف نستمر في خلق آليات ثم آليات وصناديق لحشد الأموال لإنفاقها في الدعم العسكري لأوكرانيا. أشكرك على هذا الطرح وهذه التفاصيل من بروكسل، مراسل القاهرة الإخبارية سلام عطالة كنت معنا مباشرة. إذن هذا الطرح والخاص بأوكرانيا يبدو أنه مستمر أيضا، ليس في بروكسل لكن في ألمانيا أيضا، لأن المستشار الألماني أولاف شولتز دعا الصين للامتناع عن تزويد روسيا بالأسلحة. في كلمته أمام البرلمان الألماني رحب شولتز برسالة الصين الواضحة ضد الأسلحة النووية في خطتها للسلام، وأكد أن معارضة بكين للتهديد النووي ساهم في كبح التصعيد في أوكرانيا. كما أعلن المستشار الألماني أن بلاده ستدرب 1000 جندي أوكراني إضافي. ومن برلين معنا عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية مباشرة. إذن أرحب بك عربي. المستشار الألماني شولتز يدعو الصين إلى الامتناع عن تزويد روسيا بالأسلحة، فهل هذا يعني ممكنا في هذا الوقت أو هذا التوقيت بالتحديد؟ مساء الخير حساني. الحقيقه مطالبه المستشار الالماني اولاف شولز اليوم امام اعضاء البرلمان الالماني البوندستاغ تحديدا هي رساله واضحه للصين حساني، ولكن المحللين في هذه اللحظات تحديدا بعد هذا الخطاب اكدوا انه عندما يتحدث المستشار الالماني بهذا الامر بضروره مطالبه الصين بعدم امداد روسيا بالاسلحه، اذا المانيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ربما لديهم معلومات مؤكده ان الصين تحاول في هذه الفتره امداد روسيا بالاسلحه التي تحتاجها في العمليات العسكريه الدائره الان على الاراضي الاوكرانيه، على الرغم من ان هناك حتى في وسائل الإعلام الألمانية وحسب الخبراء لا توجد معلومات مؤكدة منشورة في العلن حول تأكيد أن الصين تسلم روسيا بالتأكيد أسلحة لمساعدتها. ولكن المطالبات من المستشار الألماني أولاف شولز يعني استمرت، خلال لاحظنا أن خلال الخمسة أيام الماضية كانت هناك بشكل يومي مطالبة من المستشار الألماني وحتى وزيرة الخارجية الألمانية ألينا بيربوك بامتناع الصين عن هذا الأمر، لذلك لديهم معلومات بالفعل عن ربما قيام الصين بهذا الأمر. المحللون ذهبوا في هذا الأمر بربما أنها مناورة صينية بسبب مطالبة الصين الولايات المتحدة الأمريكية بعدم مد تايوان بأي أسلحة لمساعدة تايوان أيضا وتسليح تايوان، لذلك ربما تناور الصين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالتصريح هنا وهناك بأننا سنمد، وربما الصين نفسها تسرب معلومات حسب الخبراء بأنها ستساعد روسيا في عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية. ولكن هي مطالبات من المستشار الألماني أولاف شولز للصين تحديدا دون وجود أي معلومات مؤكدة أن الصين تمد روسيا بالفعل بهذه الأسلحة، ولكن طالب المستشار الصين لديها نفوذ كبير جدا على روسيا
طلبهم بضرورة أن تسحب روسيا القوات التي لديها على الأراضي الأوكرانية وبداية محادثات السلام. نعم. قبل أن تسحب حسب المستشار الألماني اليوم، قبل أن تسحب روسيا قواتها من الأراضي الأوكرانية لن تكون هناك محادثات للسلام. هو تحدث أيضا شولتس ودائما يؤكد على أهمية الحفاظ على أمن محطة زاباروجيا النووية، حتى أنه دعا يعني الطاقة النووية أو مسؤول الطاقة النووية إلى اتخاذ إجراءات قوية للحفاظ على أمن هذه المحطة، فكيف تبدو التفاصيل في هذه النقطة؟ الحقيقة هم لديهم مخاوف منذ بداية العام الماضي. بعد بداية عمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية ربما بثلاثة أيام كانت هناك جلسة سرية تحدثت عليها عنها وسائل الإعلام الألمانية يعني بعد هذه الجلسة بعدة شهور بأن هناك كانت جلسة ومكالمات سرية بين المستشار الألماني والرئيس الأمريكي وأيضا أعضاء حلف النيتو حول وجود تهديدات نووية، سواء استخدام سلاح نووي أو سواء ربما انفجارات في بعض المحطات النووية الموجودة على الأراضي الأوكرانية. ما هو تصرف الاتحاد الأوروبي وحلف النيتو في هذه اللحظة؟ لأنها ستكون أزمة كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي تحديدا عند انفجار اي محطه نوويه. لذلك المستشار الالماني اولاف شولز يحرص دائما على ضروره سلامه المنشات النوويه على الاراضي الاوكرانيه، وكانت هي يعني كانت تحوز على جزء كبير جدا من اي محادثات كانت بين المستشار الالماني اولاف شولز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كانوا يتحدثون منذ العام الماضي وحتى الان في المحادثات التلفونيه حسب المستشار الالماني اولاف شولز. كانت هناك تاكيدات دائمه على ضروره سلامه هذا الامر لانه سيؤثر بالطبع ايضا على الاراضي الروسية. هم لديهم مخاوف هنا بالفعل، ربما صاروخ أو أي قذيفة ربما ستسقط عن طريق الخطأ على هذا المكان من أي جانب سواء الروس أو سواء الأوكراني في هذه الحرب، كما سقط صاروخ على الأراضي البولندية سيسبب أزمة كبيرة. نعم. لذلك ألمانيا لديها مخاوف حول هذا الأمر تحديدا، وذكر المستشار الألماني أولاف شولز صباح اليوم. هو في الطرح حقيقة يعني عربي يبدو أن الصين هي رمانة الميزان التي يمكن أن تلعب دورا مهما أيضا بالإضافة إلى ألمانيا في محاولة تهدئة هذه الأمور في المستقبل. أشكرك إذن على هذه التفاصيل من برلين. عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخباري، أشكرك شكرا جزيلا. ومن ألمانيا إلى فرنسا، حيث وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الغابون في مستهل جولاته التي يزور أيضا فيها أنغولا، الكونغو برازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية. تستمر هذه الزيارة أو الجولة حتى الخامس من شهر مارس الحالي. تتزامن زيارة ماكرون مع إعلان فرنسا استراتيجية جديدة للتعامل مع القارة السمراء، تشمل خفضا في أعداد القوات الفرنسية المتواجدة في عدة دول، مع تعزيز الشراكة التعاونية بين فرنسا وهذه الدول الإفريقية. ومعي من مارسيليا خالد شقير مراسل القاهرة الإخباري. أحييك خالد. إذن هي جولة مهمة يبدو في الأفق للرئيس ماكرون، جولة طبعا تشمل دول إفريقية وخاصة الدول التي تتحدث باللغة الفرنسية أو هناك علاقات فيما بينها في منظمة الفرنكوفونية. كيف تبدو أهمية هذه الجولات ولماذا هذا التوقيت بالتحديد؟ نعم حساني، بعد التحية، هذه الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إلى أربع دول من أفريقيا الوسطى تبدأ من الغابون، ويحضر خلالها الرئيس الفرنسي قمة للغابات للحفاظ على الغابات. من المعروف أن فرنسا من أهم الدول التي تحاول الحفاظ على البيئة من خلال هذا المنطلق ومن خلال الرسالة التي استطاع تقديمها الرئيس الفرنسي على مدار ساعة تقريبا في خطاب أكد فيه على الشراكة والمستقبل والتعامل من منظور اسمح لي ابقى معي خالد، ابقى معي خالد، لأن هناك خبرا عاجلا نتابع معكم تصريح الوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير التي قال فيها أن الحكومة الفرنسية تراهن على كبار التجار لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. بحسب مراقبين فإن التضخم على المواطن الفرنسي مع ارتفاع الأسعار يبدو أنه يعني يحدث تخوفا في المستقبل. نشاهد هذا ما يقوله وزير الاقتصاد الفرنسي. نعم بالفعل حساني، يعني هذا هو التصريح المهم والذي جعل الرئيس الفرنسي عندما استيقظت فرنسا على معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية بيؤكد على أن هناك ارتفاع كبير في التضخم، وصل إلى 6.2% في شهر فبراير بعد أن كان 5.9% في شهر ديسمبر الماضي و6%
في شهر طبعا في شهر يناير. هذا التصريح في هذا الصباح لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسية برونو لومير يؤكد على أن هذا الأمر خطر للغاية، وبصفة خاصة أن الأسعار أصلا في فرنسا هي أسعار مرتفعة للغاية، الارتفاع يصل إلى 10% من المنتظر أن تزيد مرة أخرى الأسعار إلى 15% في الزيوت واللحوم والمنتجات. هل هذه جولة خالد لماكرون؟ هل هذه جولة لماكرون إلى عدة دول إفريقية يمكن إلى الجانب السياسي أن تأتي بجديد في الناحية التجارية والاقتصادية وبالتالي تنعكس على الاقتصاد أو الوضع الداخلي في فرنسا؟ الحقيقة يعني حساني الملف الاقتصادي هو أحد أهم الملفات، ولهذا حرص الرئيس الفرنسي على مقولة هامة جدا، التعامل مع القارة الإفريقية من خلال المصالح، والقارة الإفريقية ينظر لها على أنها قارة مهمة وبصفة خاصة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والغاز وغيرها. الرئيس الفرنسي كان قد تحدث عن أن المنسق الأوروبي تيرو بروتون ورجال الأعمال والشركات الفرنسية والأوروبية لها دور كبير في القارة الإفريقية، وبصفة خاصة أن القارة الإفريقية الآن بتجد سوقا كبيرا من خلال تواجد الشركات الصينية وأيضا التواجد الروسي في داخل هذه القارة، ولهذا هناك تنافس كبير تحاول فرنسا من خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأربع دول العودة مرة أخرى وبقوة والنظر باحترام للقارة الإفريقية ومن خلال مبدأ وهو التبادل الخاص بتبادل المصالح الاقتصادية بين القارة الإفريقية ومن جهة والقارة العجوز من جهة أخرى. طب هنا خالد، يعني في الفترة الأخيرة كانت هناك ثمت يعني إيه ناحية عدائية يعني ما بين فرنسا والدول الإفريقية وخاصة الدول التي استعمرتها فرنسا من قبل. دعوة ماكرون إلى تخفيض عدد القوات الفرنسية المتواجدة في عدد من الدول الإفريقية، هل يمكن أن يخفف من حدة العدائية تجاه فرنسا؟ بالفعل هذا ما يريده الرئيس الفرنسي، هو إضاعة الفرصة على يعني الجانب الروسي على وجه التحديد، وبصفة خاصة بأنه يحاول استغلال ماضي فرنسا الاستعماري في الدول الإفريقية، ولهذا كان حديث الرئيس الفرنسي بأهمية تغيير الاستراتيجية، والاستراتيجية الدبلوماسية حددها وأيضا الاستراتيجية العسكرية. فرنسا كان لها أكثر من 5500 جندي في منطقة الساحل، الآن يبقى لها حوالي 3000 جندي فقط، وهي متواجدة في طبعا منطقة الساحل، وتحاول فرنسا تغيير الاستراتيجية من خلال العمل المشترك والتدريب ما بين القوات الإفريقية من ناحية والقوات الفرنسية من ناحية، وعدم تواجد فقط قوات فرنسية في القواعد الفرنسية المنتشرة داخل الأراضي الإفريقية، ولهذا منظور جديد، هذا المنظور يكمن في الاحترام المتبادل وأيضا الشراكة والمستقبل وعدم صحيح النظر إلى الماضي. إذن يبدو أن ماكرون في جولته أيضا يحاول كما قلت خالد أن يوازن ما بين الناحية السياسية والناحية التجارية والاقتصادية حتى تنعكس على الداخل الفرنسي. أشكرك على هذه التفاصيل الواضحة من مرسيليا، مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير كنت معنا مباشرة. وإلى لبنان، حيث دخل الفراغ الرئاسي شهره الخامس بعد انتهاء ولاية الرئيس الجمهوري الأسبق ميشيل عون في 31 من شهر أكتوبر الماضي. يأتي هذا فيما يستمر غياب التوافق ما بين القوى السياسية والكتل النيابية بشكل يعرقل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد. ومعنا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك أحمد. إذن هنا ما زال الفراغ الرئاسي يضرب بجذوره ويصل إلى الشهر الخامس حقيقة، إلى متى يستمر هذا الفراغ الرئاسي في لبنان أو هذا الشغور في رئاسة الجمهورية بحسب المراقبين هناك؟ خالص التحية لك في البداية. في الحقيقة أن هذا السؤال لا أحد في لبنان يملك الإجابة عليه، يعني الشغور مفتوح إلى ما لا نهاية، إلى حدوث
امر هام كشرط اساسي لانهاء هذا الفراغ، وهو هذا او سلسله شروط. الشرط الاول هو الحوار الذي يفضي الى التوافق الذي يفضي الى انتخاب رئيس جديد للبلاد، الانتخاب الذي يفضي الى تشكيل حكومه جديده ثم نيلها ثقه مجلس النواب، ثم البدء في الاصلاحات المطلوبه في الدوله اللبنانيه. كافه هذه المراحل لا مؤشرات حتى الان على بدء المرحله الاولى فيها، وهو الحوار. على مدار 4 شهور مضت كانت هناك اكثر من دعوه للحوار، منها دعوتين وجههما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للحوار بين كافه القوى السياسيه، ولكن كافه الدعوات التي خرجت قوبلت بالرفض. كانت هناك عده محاولات لاختراق الازمه واختراق الجمود السياسي في مواقف عدد من الكتل النيابيه، الا ان ايضا جهود هذه الجهود بالكامل قوبلت بالرفض واستمر الجمود، وحتى الان لا احد يعلم الى متى سيستمر الشغور الرئاسي في البلاد وكيف يمكن انهائه. نعم. وخصوصا في ظل تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. يعني هذا بالنسبة للقوى السياسية الداخلية، هناك جمود يبدو، أو أن البلاد وصلت إلى خانة الجمود بين القوى السياسية الداخلية، لكن ماذا عن القوى الإقليمية أو الخارجية؟ هل تنتظر لبنان إشارة من الخارج حتى يمكن أن تنهي هذا الملف؟ المؤشرات تقول أنه حتى لا إشارة من الخارج لإنهاء هذا الملف. المجتمع الدولي مشغول، لديه أولويات خلال الفترة الراهنة ربما تكون مختلفة عن أولويات الدولة اللبنانية، أو ربما تكون الأزمة اللبنانية ليست على قمة الأولويات. هناك الأزمة الغذائية العالمية، الأمن الغذائي، وهناك الأمن الإقليمي، وهناك عدد من الملفات الأخرى. بالإضافة أن هناك مبادرات عديدة قدمها المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة للبنان خلال السنوات الماضية، ولكن كل هذه المبادرات تم إهدارها. كان هناك العديد من الفرص من بعد انفجار ميناء بيروت البحري، سواء قدمتها فرنسا أو سواء مبادرات عديدة من الدول الصديقة والشقيقة للبنان، ولكن كافة الفرص تم إهدارها. وبات العنوان الرئيسي للمجتمع الدولي الذي يتكرر في كل مناسبة هو أن على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم كي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدتهم. فالمبدأ الأساسي أو الخطوة الأساسية تبدأ بالحوار بين كافة الأطراف السياسية، وهذا أيضا هو ما اتفق عليه المجتمع الدولي، الحوار الذي يفضي إلى توافق وليس الحوار الذي يفضي إلى اختلاف وانتظار أي محاصصة أو انتظار أي مكاسب شخصية أو مكاسب حزبية على حساب مصلحة الوطن، وخصوصا في ظل الانهيار المستمر في سواء في قيمة العملة اللبنانية أو في كافة المناحي الاقتصادية والحياتية في الشارع اللبناني. يعني دائما لبنان كما هو معروف عنها أنها بمنأى عن التدخل في الشؤون الخارجية، إنما هو الهم هو الحديث حول الشغل الداخلي أو الشأن الداخلي. إذا يبدو أنه بقولك أحمد وبحسب مراقبين أن الحل لن يكون خارجيا برغم ترابط قوى أخرى أيضا مع الشأن اللبناني، فيبدو أن الحل أيضا سوف يكون لبنانيا بدرجة امتياز. بالتأكيد هذا ما توصلت إليه كافة المباحثات على مدار الأشهر الماضية. لا بديل آخر عن الحل اللبناني على القوى السياسية. هذا أيضا ما كرره سياسيون كبار هنا في لبنان، أن لابد من إحداث التوافق، لابد من تقديم مرشحين يحظوا بثقة لدى كافة الأطراف اللبنانية، لابد من تجنيب المصالح الشخصية أو المصالح الحزبية أو المصالح الفئوية والطائفية على حساب مصلحة الوطن، تقديم المصلحة العليا في الوقت الحالي لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تمر بها. وبالتالي الحل في لبنان هو لابد أن يكون لبنانيا، ولا أحد من حتى الأطراف الإقليمية المختلفة تبدي استعدادا لطرح مرشح بعينه أو إعلان دعم مرشح بعينه. الجميع يؤكد على أن لابد أن يكون الحل نابع داخليا، لأن انتخاب رئيس الجمهورية ليس حلا للأزمات في لبنان، ولكنه هو بداية طريق الحل. فبعد انتخاب رئيس جديد للبلاد هناك تحديات أخرى كبيرة تواجه الدولة اللبنانية، على سبيل المثال تسمية رئيس لتشكيل الحكومة وأن يحظى هذا الرئيس بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ثم تشكيل حكومة. حينما نأتي إلى ملف تشكيل الحكومة ستكون هناك المحاصصة أم ستكون حكومة كفاءات مطلقة بعيدا عن الحصص الحزبية والحصص الطائفية، ثم بعد تشكيل الحكومة هناك نيلها الثقة، ثم البدء في القوانين والتشريعات التي أثارت جدلا واسعا على مدار الشهور الماضية وربما السنوات
الماضية، فهناك ورشة إصلاحية كبيرة تتطلبها الدولة اللبنانية للخروج من المأزق الراهن، والبداية هي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فإذا كان كل هذا الخلاف على مجرد البداية، فكيف يكون الطريق في وصولا إلى الإنقاذ والتعافي؟ وطبعا يعني في النهاية توافق القوى السياسية في لبنان هو الذي سوف يخرج البلاد من هذه الأزمة، أزمة الشغور الرئاسي. أشكرك على هذه التفاصيل من بيروت، كنت معنا مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. إلى تركيا ومأساة الزلزال المستمرة إلى الآن، حيث أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال السادس من فبراير إلى 45,089 شخصا. أضافت أن الزلزال والهزات الارتدادية القوية اللاحقة تسببت في إصابة أكثر من 108,000 شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعي هؤلاء للانتقال إلى مدن أخرى. بهذا ارتفع العدد الإجمالي لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى نحو 51,000. عدد كبير من الضحايا في الزلزال، وتوقعات أيضا بأن يزداد هذا العدد مع الهزات الارتدادية. معنا من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. أحييك إذن عمر، الزلزال والهزات الارتدادية كما هو مكتوب على شاشة القاهرة الإخبارية تسبب في إصابة أكثر من 108,000 شخص في تركيا وأيضا وفاة عدد كبير من الضحايا. كيف تبدو الأمور الآن وفرق الإنقاذ والاتجاهات نحو يعني التوقعات بمزيد من الهزات الارتدادية؟ نعم حساني، في الواقع أكثر من 11,400 هزة ارتدادية ضربت مناطق الزلزال منذ السادس من فبراير. هذا العدد كبير جدا كما أعلنت إدارة الكوارث التركية، التي تقول بأن هذا الكم الهائل من الهزات الارتدادية نحن كنا نتوقع أن نشهده خلال 6 أشهر، ولكن هذا الكم الكبير حصل في 25 يوم فقط، ولا تزال الهزات الارتدادية حتى الآن مستمرة في الكثير من المناطق. يوميا نشهد العديد من الهزات الارتدادية، وحتى الآن هناك أيضا خبراء يحذرون من أن هناك زلزال أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر ينتظرونه في ولاية هاتاي بسبب كم الطاقة الذي يعني اختزنته تلك المنطقة، وهناك خطوط للصدع لم تنكسر بعد في تلك المنطقة. على مستوى الأشخاص المنكوبين وعلى مستوى الضحايا أيضا هناك أصوات، طبعا الرقم الذي أعلن عنه 45,089 شخص هو الرقم الرسمي، ولكن هناك ناشطين سياسيين وغيرهم يقولون بأن هناك جثث لم يتم التعرف عليها أو لم يجري يعني استقبالها أو أخذها من قبل الأشخاص أقربائهم أو غيرهم. هذه الجثث ربما لا تدخل ضمن الإحصائية حتى يتم الوصول إلى أصحاب هذه الجثث إن صح التعبير. وكذلك لا تزال هناك حاليا الكثير من الجثث لا تزال تحت الأنقاض. هذا الرقم مرجح للارتفاع طبعا مع تصاعد والخطورة أيضا عمر في هذا، يعني مع وجود هذه الجثث والضحايا والعدد الكبير، الرئيس التركي يحذر من عاصفة أيضا من الزلازل قد تبدو في الأيام القادمة. إذن هل هناك مثلا ثم تعبئة شاملة، خطة وخاصة من قبل بلدية إسطنبول الكبرى لمواجهة مثل ما يحدث في المستقبل؟ يعني يوم أمس كان رئيس بلدية إسطنبول يشرح برنامجا عن طبعا مجابهة زلزال إسطنبول الكبير المنتظر في أي لحظة حقيقة. هذا الزلزال يسبب الرعب حاليا إن كان في إسطنبول أو في المدن المجاورة لها. يتوقع أنه سيجتاز عتبة 7 درجات على مقياس ريختر، وكذلك هناك الخبراء طبعا يقولون بأن هناك الكثير من المناطق التي فيها أبنية كثيرة ولكن تربتها غير مسموحة وغير صالحة للبناء، هناك تربة هشة وطرية وبالتالي إمكانية انهيار المباني فيها كبيرة جدا. على مستوى التحضيرات حقيقة السلطات التركية حاليا تحاول أن طبعا يعني تجري هذه العمليات بأي شكل من الأشكال وخصوصا في إسطنبول، ولكن
النقص الواضح الموجود حاليا في مناطق زلزال قهرمان مرعش يدلي ب يعني مخاوف شديده حقيقه تجاه زلزال اسطنبول المنتظر، لان اسطنبول هي يعني عاصمه وقلب عاصمه الاقتصاديه وقلب تركيا من الناحيه التمويليه والناحيه الاقتصاديه، وبالتالي زلزال من هذا النوع في تلك المناطق سيسبب شلل كامل في عموم تركيا، وبالتالي هناك تخوفات كبيره حقيقه. يعني هناك محاولات ل يعني محاولات ل إرسال فرق إنقاذ أو تحضيرها هناك لعدم الوقوع بالمشاكل التي وقعت فيها السلطات التركية في زلزال قهرمان مرعش. صحيح. ولكن التخوفات أيضا لا تزال موجودة بشكل كبير في اسطنبول حقيقة. ويمكن يعني عمر أخيرا قبل أن أتركك، يعني هذه التخوفات وما يحدث من مشاكل في تركيا يعني أثار تشابكا وتلسنا ما بين الحكومة والمعارضة نتيجة لما يمكن أن يحدث في هذه اللحظات. أشكرك إذن على هذه التفاصيل من أنقرة، كنت معنا مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد مباشرة. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم إن التمويل الحالي ليس كافيا لمساعدة المنكوبين في المنطقة التي ضربها الزلزال بشمال غربي سوريا. أشار أدهانوم إلى أن الأوضاع في هذه المنطقة تحتاج لمزيد من التمويل ولفتح أيضا الطرق لمساعدة المضارين من كارثة الزلزال، حيث كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنها تحتاج إلى حوالي 400 مليون دولار لثلاثة أشهر لمساعدة المضارين من الزلزال في سوريا وحدها. هذا انضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل القاهرة الإخبارية خليل هملو. بعد التحية خليل، إذن هنا تداعيات هذا الزلزال، يبدو أن الصحة العالمية قلقة الآن لأنها تقول أن التمويل ليس كافيا لكي تساعد المنكوبين في شمال غربي سوريا، وأيضا خاصة في المناطق التي يوجد بها ما يسمى بالمعارضة المسلحة، فكيف تبدو التفاصيل في هذه النقطة خليل؟ أهلا حسان. في الحقيقة تلك المناطق هي قبل هذا الزلزال تعاني من نقص في المشافي نظرا للحروب التي جرت وعلى مدى أكثر من 12 عاما، باعتبار أن المراكز الطبية والمراكز كانت تقريبا هي تشهد أيضا انفجارات وأحيانا القصف، ولذلك هذه المنطقة هي بالأساس تعاني من ضغط شديد ومن قلة المراكز الطبية والمشافي، إلا أن الزلزال جاء ليكمل مأساة هؤلاء، باعتبار أن هذه المنطقة أيضا هي تشهد كثافة سكانية عالية، عدد سكانها حوالي 5 مليون بين 4 إلى 5 مليون شخص، يعيش تقريبا بعضهم أو حتى لا نقول الكل ولكن العدد الكبير منهم في مخيمات يبلغ عددها حوالي 1200 مخيم. هذه المناطق هي بالأساس تعاني من نقص في الكوادر الطبية، تعاني نقص في المشافي في المراكز الطبية، لذلك ما زيارة رئيس منظمة الصحة العالمي يوم أمس إلى هذه المنطقة ربما تجلب المساعدات هذه المناطق، ولكن هي باعتبارها منطقة غير مستقرة، هناك كما تعلم هناك محادثات بين الحكومة السورية وروسيا وتركيا لتسوية هذه المناطق، وربما في الأشهر القادمة ربما هذا الزلزال أخر شيء من التقارب السوري التركي، لكن هي في العموم مناطق تحتاج ليس فقط بالقطاع الطبي ولكن في جميع القطاعات، هي منطقة ضيقة، هي منطقة تشهد كثافة سكانية عالية، وأن القطاع الطبي هو أكثر المتضررين جراء هذه الحرب التي شهدتها تلك المنطقة منذ أكثر من 12 عام. إذن يبدو أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من المساعدات والتمويل. أيضا أشكرك من دمشق حول هذه النقطة خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي مباشرة. إلى اليونان، حيث أعلن وزير النقل اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته من منصبه على خلفية حادث تصادم القطارين هناك. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في اليونان بارتفاع عدد ضحايا الحادث الذي وقع بشمال غرب العاصمة أثناء 40 شخصا، وأوضح أنه قد تم اعتقال مدير محطة تيمبي على خلفية الحادث الذي صدم فيه قطار للبضائع آخر للركاب قرب مدينة لاريسا. هرعت فرق الإنقاذ موقع الحادث وتم إسعاف المصابين مع إجلاء الآخرين. من أثينا معنا عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية مباشرة. بعد التحية عبد الستار، إذن فاجعة اليونان
نتيجة لتصادم قطارين أدت إلى استقالة وزير النقل. ماذا تعني هذه الاستقالة في هذا التوقيت عبد الستار؟ نعم حسني، بعد التحية دعني أذكر لك أن عدد القتلى ارتفع قبل 70 قتيلا بعد العثور على بعض الجثث تحت أو أسفل العربات المحترقة في مكان الحادث. بالنسبة لاستقالة وزير النقل والمواصلات كوستاس كارامانليس، هي جاءت في محلها حتى يعني ربما تكون للحكومة شيء جيد للحكومة. الحكومة حاليا تدخل في مرحلة انتخابات، البلاد في مرحلة انتخابات، ويعني رئيس الوزراء كوستاس كرياكوس ميتسوتاكس أثنى على هذه الاستقالة وقال أن وزير المالية وزير النقل تحمل المسؤولية وقدم استقالته، لأن وزير النقل ذهب إلى مكان الحادث وشاهد بعينيه ماذا حدث. وهذا الأمر يعني بالنسبة لهيئة السكة الحديد ربما يكون هناك بعض التقصير خلال السنوات الأخيرة في هذه المنطقة بالذات، يعني يتم تحويل القطارات يدويا وليس إلكترونيا كما يحدث في جميع. لكن هنا عبد الستار في هذه النقطة بالتحديد هناك تقرير عبد الستار تقول أنه تم القبض على مشتبه به مع اعتقال آخرين، هل يعني هناك يعني أنباء حول أن هذا الحادث له شبهة جنائية؟ لا أعتقد أنه شبهة جنائية، ولكن هو خطأ بشري. هو فعلا تم إلقاء القبض على ناظر محطة تمبي، المنطقة التي يعني خرج منها القطار، هو الذي أعطى يعني الضوء الأخضر لتحرك القطار. وسمعنا اليوم تسجيلات صوتية للحديث بينه وبين السائق، عندما قال له السائق أتحرك فقال له نعم تحرك، وذكر له السائق أنه في إشارة حمراء أمامه قال له لا أبدا تحرك، فتحمل المسؤولية والتحقيقات جارية معه منذ الأمس. طبعا يعني القطار هو قطار ركاب كان يحمل نحو 340 شخص، للأسف الشديد معظم الركاب أو معظم الضحايا هم من صغار السن، من طلاب كانوا يدرسون في العاصمة أثينا وكانوا عائدين إلى بلداتهم والأقاليم في تسالونيك. نعم. أشكرك إذن، ويعني سوف نرى ما يمكن أن تسفر عنه التحقيقات في المستقبل. عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة من أثينا، أشكرك عبد الستار. إلى الصومال، حيث اجتمع ممثلو شركاء الصومال في واشنطن لمناقشة أمن البلاد ولبناء الدولة والتنمية والأولويات الإنسانية. الشركاء أعربوا عن دعمهم لتركيز الحكومة الاتحادية الصومالية على مكافحة الإرهاب، بناء القدرات وكيفية دعم قتال الصومال بشكل أفضل ضد حركة الشباب، والاستعداد لانسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال. وقد اتفقوا على تعزيز تنسيق المساعدة الأمنية الدولية. معنا من العاصمة الصومالية مقديشو عدنان عبدي مراسل القاهرة الإخبارية مباشرة. أرحب بك إذن عدنان. شركاء الصومال في واشنطن اجتمعوا لكي يناقشوا أمن البلاد وبناء الدولة، والأهم أيضا مواجهة حركة الشباب الصومالية وتقديم أولويات إنسانية أو مساعدة إنسانية. فكيف تبدو هذا الطرح، وإلى أي مدى وصل شركاء الصومال في هذه الإطارات المختلفة؟ نعم حساني، أن مصطلح شركاء الصومال مصطلح متعدد الاستخدامات، لكن هذا الاجتماع الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، خاصة وزارة الخارجية الأمريكية، اجتمع خلاله 5 دول إضافة إلى الصومال، هي تركيا وقطر والإمارات الولايات المتحدة وبريطانيا. الاجتماع شارك فيه نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي ومستشار أمن القومي الصومالي، لذلك طبيعة الاجتماع كان هو دعم الصومال في الملف الأمني، لكنه أيضا تناول ملفات بناء الدولة والأزمة الإنسانية وكذلك قضايا التنمية. لكن هذا الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه، وهو وكان هناك وكان بين الأطراف الأكثر اهتماما في الشأن الصومالي والأكثر تورداً فيه.
ان نعم. الامارات العربيه المتحده عقدت مع الحكومه الصوماليه صفقه تعاون امنيه وعسكريه، ان تركيا لها مركز تدريب عسكري في الصومال تقوم بتدريب القوات من النخبه الصوماليه وايضا الشرطه العسكريه. الولايات المتحده الامريكيه تدرب اقوى فيلق في الجيش الصومالي وهي قوات ضرب، وبريطانيا ايضا تدرب القوات الصوماليه. وايضا كان هناك طبيعه العمليه كان مساعده الصومال في بناء الجيش الصومالي، دعم افضل للمعركه العسكريه الجاريه. وايضا واتفق المشاركون الاجتماع خلال في قضون الأشهر الثلاثة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة النقاشات، وأيضا لتقييم التقدم المحرز في الملفات الإنسانية. وهذا هو مهم طبعا، لأن الملفات الإنسانية مهمة جدا طبعا. عدنان أشكرك على هذه التفاصيل وهذا الطرح طبعا، من مقديشيو مراسل قاهرة الإخبارية عدنان عبدي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي مباشرة عدنان. من الصومال إلى تونس، حيث شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي. وفي لقائه مع وزير العدل ليلى جفال، أكد سعيد أنه بدون قضاء عادل وناجز لن يسترد الشعب التونسي حقوقه ولن يعرف الحقيقة التي طالما نادى الرئيس بكشفها. من تونس تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية نسرين رمضان. أحييك إذن نسرين، وكما يبدو هنا في التفاصيل أو في المشهد هنا على شاشة القاهرة الإخبارية أن الرئيس التونسي يؤكد أن الشعب التونسي لابد أن يسترد حقوقه من خلال قضاء عادل وناجز، فكيف تبدو التفاصيل في هذه النقطة نسرين؟ نعم حسني، تحياتي بداية. هذا يعني هذه ليست أول مرة رئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن من المهم المحاسبة وعلى العدالة أن يعني تأخذ مجراها الطبيعي، وأن الجميع متساوون أمام القانون. اليوم هناك في تونس هناك حملة إيقافات يعني تم خلالها توقيف العديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وناشطين، والتهمة الكبرى المنسوبة لهؤلاء هي التآمر على أمن الدولة بحسب ما صرح الرئيس التونسي في فترة سابقة. وبالأمس قال إن هؤلاء المتآمرون على أمن الدولة يحاولون لعب دور الضحية، لكن في الحقيقة الشعب التونسي هو الضحية الوحيد في هذا الملف، لأن هؤلاء يحاولون التلاعب بقوته وبأمنه ويعني بحقوقه أيضا. حملة الإيقافات يعني انتقدت، أو هناك البعض انتقدها، لكن البعض الآخر وأساسا الرافضون لعودة المنظومة السابقة يؤكدون أن هذا وقت المحاسبة. ويقول مراقبون في تونس أن المحاسبة هو مطلب شعبي، والرئيس التونسي لم يكن إلا يعني باتخاذ هذه التعليمات ويعني بهذه التصريحات، ووزارة العدل من جهتها بهذه الإيقافات والسلطات الأمنية لم تكن إلا تستجيب للمطلب الشعبي بالمحاسبة. ويقول أيضا ليس فقط المناصرون للرئيس التونسي، لكن المناصرون لمسار 25 مليون ومعذول للمنظومة السابقة يقولون أنه لا رجوع إلى الوراء، وأن المحاسبة ضرورية لحماية البلاد ولإنقاذها. أشكرك إذن هذه التفاصيل نسير رمضان مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معي مباشرة من تونس. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشارك وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين باجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ستركز على سبل دعم أوكرانيا، حيث قال إنه لا توجد خطط للقاء وزيري خارجية روسيا والصين في هذه الاجتماعات. كان وزير الخارجية الأمريكي أكد في وقت سابق التزام واشنطن بالدفاع عن سيادة أوكرانيا ودول آسيا الوسطى. والتفاصيل هنا مع مراسل القاهرة الإخبارية رامي جبر من واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مدينة نيو دلهي الهندية لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين على مستوى وزراء الخارجية خلال جولته الأسيوية، والتي سبقها قبل ذلك بكازاخستان وأوزبكستان. المثير للاهتمام في هذه القمة لمجموعة العشرين هو أنه سيكون اليوم
كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيريه الروسي سيرجي لافروف والصيني سيكونون جميعا في قاعة واحدة ربما لأول مرة منذ الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين. ولكن هل من المتوقع أن يكون هناك حوار سيدور ما بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من جهة والوزيرين الروسي والصيني من جهة أخرى؟ في الحقيقة لا، لأن أنتوني بلينكين وخلال زيارته لطشقند عاصمة أوزبكستان صرح قبل توجهه إلى نيودلهي أنه لا يعتزم عقد أي لقاءات ثنائية جانبية مع أي من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأيضا وزير الخارجية الصيني، وذلك يأتي في حالة من التوتر الشديد ما بين الولايات المتحدة وما بين كل من روسيا والصين، ولكل توتر من هنا أو من هذه الناحية أسبابه، حيث إن عندما نتحدث عن التوتر الأمريكي الروسي فإننا نتحدث بالتأكيد عن الحرب الروسية الأوكرانية، أما عندما نتحدث عن التوتر ما بين الولايات المتحدة والصين فهناك أسباب كثيرة من بينها أو على رأسها المنطاد الصيني الذي تم العثور عليه في سماء الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع، وتم إسقاطه وتم اتهام الصين باستخدام هذا المنطاد للتجسس. أيضا تأمل الولايات المتحدة ويأمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن يتم من خلال هذه الجلسة إدانة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وستكون هناك فرصة لذلك، حيث إن كان هناك اجتماع لوزراء المال الأسبوع الماضي أيضا في الهند في مدينة بنغالور، ولكن لم ينجح هذا الاجتماع على الوصول إلى صيغة موحدة لإدانة روسيا، ولكن الولايات المتحدة لديها أمل كبير في أنه خلال هذه القمة، قمة العشرين على مستوى وزراء الخارجية، أن يتم إدانة روسيا. أيضا من الجانب الآخر ستكون هناك فرصة لموسكو وعلى لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف لمهاجمة الغرب ولمهاجمة الولايات المتحدة لموقفها المنحاز إلى أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية. فعاليات قمة العشرين اليوم في مدينة نيودلهي الهندية وبحضور وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، وعلى طاولة هذه القمة العديد والعديد من الملفات الدولية والإقليمية. أشكرك إذن مراسل القاهرة الإخبارية اليوم جبر من واشنطن، وأشكر أيضا كل مراسلي القاهرة الإخبارية الذين كانوا معنا اليوم في جولة المراسلين، عبد الستار بركات من أثينا، عمر أحمد أنقرة، أحمد سنجاب من بيروت، خالد شقير مرسيليا من تونس، نسير الرمضاني، أشكر أيضا من دمشق العاصمة السورية خليل هملو، من برلين عربي مرزوق، أخيرا أشكر من بروكسل سلام عطال. أشكركم شكرا جزيلا حول هذه الموضوعات المختلفة والأحداث الساخنة هذا اليوم. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت، يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام يوتيوب، يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد فيرتيكال 11747، يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، إلى ملتقى.